ايش هي العظمه؟ ايش هي العظمه اللي احنا قاعدين نتكلم عنها؟ نقول احنا ننوي العظمه. العظمه هي يعني خلنا نقول مجموعه من الاشياء، لكن الشيء الرئيسي انه هذا الشخص وجد ذاته. بس بس العظماء هم وجدوا انفسهم، وجدوا انفسهم، وجدوا انهم هم وش جايين يسوون، ايش دورهم في الحياه، ايش قصتهم، ايش قصه الروح هذه، ايش جايه تسوي. في اشخاص طبعا هم قاعدين يسوون قصه ارواحهم، لكنهم هم يسوونها بالحد الادنى، مو يسوونها بعظمه. ها، حتى لما نقول عظمه، لما نقول او واو هذه الشجره عظيمه، يعني يمكنها كثيفه او عروقها ضاربه او قويه، يعني حتى نستخدم الوصف هذا للشيء العميق والكثير والكثيف. فانا اقصد شفت الشخص اللي يعرف قصته بعمق وبقوه، هذا هو العظيم. يعرف هو موجود ليش، هو جاي وش يسوي، هو ايش قاعد يسوي. من بين كل يمكن 1000 شخص في واحد عظيم. طب البقية هذولا ليه وش اللي منعهم انهم يكونون عظماء؟ شو اللي منعهم؟ مرات في احد منعك انك تكون عظيم، في احد يعني حط لك قانون، ولا حط لك فكرة، ولا زرع فيك معتقد فمنع العظمة عنك. ومرات انت قررت انك انت تمنع نفسك عن هذه العظمة، قررت انك انت تمنع نفسك عن هذه العظمة. وهذه الفلسفات هي تعارض فكرة العظمة، هي فلسفات لا تدعم فكرة العظمة. لما تشوف شخص مؤمن بهذه الفلسفة تقول هو ليش ما صار عظيم؟ لأنه في فلسفة في رأسه قاعدة تقنع بفكرة غلط، أو ما أقول غلط، خلني أقول فكرة لا تتناسب مع العظمة. العظماء هم مو مخلين شعورهم ولا طاقتهم أنها تنكسر وتتدمر عشان أنه هم ما يكونوا ولا شيء. لا، هم شيء عظيم، هم شيء واضح وقوي، فهم يظهرون أنفسهم طوال الوقت بهذا الشكل، وهم مستمتعين بعيش القصة، وهم يعني خلنا نقول ينسجمون مع طاقة العظمة، ينسجمون مع طاقة العظمة. أنا أشرح لك العظمة وشي، أشرح لك العظماء اللي يعني خلنا نقول كبشر أعظمهم الأنبياء والرسل، الملوك، الأشخاص اللي قدموا للتاريخ، العلماء، المفكرين، المخترعين، الأثرياء اللي صنعوا شيء يعني غير مسار البشر أو أثر على البشر. كل هذول العظماء ما أخذوا هذه الفلسفة، ما تبنوا هذه الفلسفة اللي تدعو إلى أنه أنت يعني تلغي ذاتك، تلغي القصة المادية حقتك، وتتماهى مع شيء آخر، أو تندمج مع شيء آخر، أو تعيش ما تعيش قصة ولا شيء عشان أنت يعني تكون صح، تكون دمرت هذه الصورة البشرية، وكذا تكون أنت يعني صرت قوي على رغباتك، وقوي على يعني الرغبات المادية. مع أن العظمة قصتها مو بالدرجة الأولى هي قصة مادية، يعني عظماء قصتهم هي مو قصة مادية أصلاً، هي قصتهم سماوية أكثر، هم سماويين أكثر ترى من الأشخاص اللي يبغون يكسرون الهوية عشان يعني كذا يعني ينهون الهوية. طب هو كيف قدر يقنع كل هالبشر؟ هذه عظمة، هذه بحد ذاتها عظمة. كيف قدر إنه هو يؤثر على كل هذا العدد؟ هذه عظمة. بس ما أعرف، مرات كذا الناس يعني عندهم موقف من العظماء، موقف من العظماء، إنه زي ما قلت لك في فلسفات هي ضد العظمة، في فلسفات كلها ضد العظمة. وأنت الآن راح تكتشف إذا أنت تحب العظماء ولا ما تحب العظماء، تحبهم ولا ما تحبهم. أنا كنت أمس أدردش مع زوجي على أحد العظماء، أنا أعتبره عظيم يعني، فكنت أقول زوجي يعني أبغى بس أشوف جسد المشاعري هذا الرجل العظيم،
انه كيف كل هالتحديات يعني لا يمكن تصور التحدي وقدر يسوي اشياء ما حد قدر يسويها. ما نعرف غير راح نعرف لانه ما تحكى هذه الاشياء، ما تحكى، ما تقال بصوت عالي، بس انت تشوف النتيجه اللي وصلوا لها العظماء.